العدد أربعة من يقول لي ما المقصود بالضرب رح يطلع ولد ويقول لي مس هي عملية عملية جمع متكرر لنفس العدد أحسنتم إذا هي عملية جمع متكرر لنفس العدد طب مين بدي أسأل سؤال مين يعدل لي العد أربعات. أحسنتم أربعة ثمانية اثناش أحسنتم ستاش عش. عشرين أربعة وعشرين ثمانية وعشرين أحسنتم اثنين وثلاثين ستة وثلاثين أربعين إذا العد أربعات وهو زيادة أربع في كل مرة. راح أجي وأسأل يا ثاني شو القاعدة الضرب اللي قلنا عنها؟ أحسنتم هي عدد المجموعات ضرب العدد المكرر أو قلنا عنه اسم الجدول. إذا هذا يساوي إذا القاعدة هي عدد المجموعة ضرب العدد المكرر أو اسم الجدول. راح أعطيكم أمثلة، راح أعطيكم أمثلة، مثال على ذلك. كوني إحنا بجدول الأربعة. أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة يساوي أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اثناش واربعة 16 واربعة 20 أحسنتم طيب راح أجي أسألك الأربعة كم من مرة تكررت ليه ثاني؟ راح نعد واحد ثلاث أربعة خمسة راح تقول لي خمس مرات الأربعة بنقول خمسة بدال إشارة الزائد يا ثاني بنحط إشارة ضرب أحسنتم شو العدد اللي ضلوا يتكرر عندنا هو العدد أربعة إذا خمسة ضرب أربعة يساوي 20 إذا خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين، أحسنتم خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين، إذا يا ثاني هذا اسمه تكرار، وهذا اسمه إيش يا ثاني؟ أحسنتم ضرب، هذا تكرار، وهذا ضرب، راح أطرح بعض الأمثلة حول تحويل الجمع إلى ضرب، تحويل. الجمع المتكرر إلى ضرب رح نقول يا ثاني أربعة زائد أربعة زائد أربعة أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اثناش طب خلينا نحولها لضرب كم من مرة الأربعة تكررت ثلاث مرات مرة مرتين ثلاثة وبدال إشارة الزائد شو بدنا نحط إشارة ضرب وشو العدد المكرر يا ثاني هو العدد أربعة وثلاثة ضرب أربعة يساوي اثناش أحسنتم نعطي مثال آخر أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة يساوي أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اثناش وأربعة عشر وأربعة عشرين وأربعة أربعة وعشرين راح احكي لك يا ثاني حولها الى ضرب حول الجمع لضرب بدنا نحوله نعيد كم من مرة أربعة كرات واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمسة ست مرات تكررت ضرب شو العدد المكرر عندنا شو اسم الجدول اللي تكرر هو العدد أربعة يساوي إذا ستة ضرب أربعة طلع لنا أربعة وعشرون هسا بدنا نحول تحويل الضرب إلى جمع متكرر، هون حولنا الجمع لضرب، هسا نحول الضرب لجمع متكرر، نعطي بعض الأمثلة يا ثاني، نعطي بعض الأمثلة، اثنين ضرب أربعة يساوي الأربعة هاي يا ثاني، كم من مرة تكررت؟, تكررت يساوي الأربعة هاي ثاني كم من مرة تكررت؟ تكررت مرتين يعني أربعة وأربعة مرتين أربعة وأربعة ثمانية أحسنتم خلينا نكررها أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية أحسنتم طيب سبعة ضرب أربعة ممكن في طلاب لسه مش متمكنين من الحفظ عادي الأربعة هاي باجي بقول أنا قلنا هاي عدد المجموعات وهاي اسم الجدوى أو العدد المكرر بنقول الأربعة هاي تكررت سبع مرات بنحط الأربعة سبع مرات واحدة ثنتين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة أكمل كمان لا ما هي الأربعة بس سبع مرات يساوي هاجي بقول أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اثناش وأربعة ستاش وأربعة عشرين وأربعة أربعة وعشرين وأربعة ثمانية وعشرين إذا سبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرين ممكنك إنك تستخدم إيديك تحط على إيديك أصابع على إيديك تحط على إيديك سبع أصابع وتحسب إنه كل إصبع هو أربعة بتصير تقول أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اثناش وأربعة, وأربعة, وأربعة ستاش وأربعة عشرين بنكمل على الإيدين وأربعة أربعة عشرين وأربعة ثمانية وعشرين هاي عمليات هسا سوف ننتقل إلى أسئلة الدرس يا ثاني بنفتح كتابنا على حقائق العدد الضرب للعدد أربعة زي ما حكينا ومنرد من عيد ومنكرر إنه لازم نضلنا حافظينها إنها الضرب هي عملية جمع متكرر لنفس العدد وقلنا قاعدة الضرب هي عدد المجموعات ضرب العدد المكرر أو اسم الجدول هنالك سؤال يقول إذا كان ثمن الكرة الواحدة أربع دنانير بقول لك إن كرات والكرة الواحدة حقها أربع دنانير طب تخيل إنه كان عندك ثمن ف... كل كرة حقها أربعة دنانير يعني بنقول أربعة زائد أربعة زائد أربعة أربعة وأربعة يا ثاني ثمانية وأربعة اثناش أحسنتم طب أنا هنا كم من كرة عندي عدوا واحد اثنين ثلاث كرات ضرب شو العدد اللي ظلوا يتكرر حقهن هو العدد أربعة إذا ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12 هذا اسمه ضرب ضرب عمودي ولا افقي ثاني هذا اسمه ضرب افقيا قاعدات بحض بعض هسه قالوا لنا انه بامكاننا ان نضرب ضرب عمودي عادي اول اشي كم مجموعة عندي عدوا واحدة إثنتين ثلاث ضرب شو العدد المكرر هو العدد اربعة اذا ثلاثة ضرب اربعة يساوي ثاني 12 احسنت ننتقل الى المثال السؤال الذي يليه هنالك سؤال يقول كم عدد القبعات في المجموعه الواحده انا يا ثاني كم من مجموعه عندي راح تحكي لي مس مجموعه واحده بس طب راح اسالك يا ثاني بالمجموعه الواحده كم من قبعه يعني كم من طاقيه فيها راح تقول لي مس واحده ثنتين ثلاثه اربعه راح تقول لي اربعه راح أجي أسألك، إذا يا ثاني واحد ضرب أربعة هو يساوي أربع قبعات، أربع قبعات، أحسنتم. ننتقل إلى الصفحة المجاورة. يقول السؤال: كم عدد المضارب في المجموعتين؟ أنا كم من مجموعة عندي؟ عدوا مجموعة مجموعتين، إذا اثنين. ضرب شو اسم الجدول؟ بكل مجموعة كم من مضرب؟ عدوا واحد اثنين ثلاث اربعة احسنتم واحد اثنين ثلاث اربعة اذا بكل مجموعة في عنا ايش كم من مضرب اربع مضارب لو اجيت اقول لك اثنين ضرب اربعة احسنتم يساوي ثمانية لو اجينا عدينا المضارب هل انه ثمانية صح عدوا واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية طب راح اجي اسألك يا ثاني واقول لك ممكن تحول لي على تكرار هتقول اي ثمانية لو اجينا عدينا المضارب هل انه ثمانية صح؟ عدوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طب راح اجي اسألك يا ثاني واقول لك ممكن تحول ليها لي اياها لتكرار؟ هتقول لي اي مس بقدر احولها لتكرار بقدر احولها لتكرار بقول لك يلا انا كم مجموعة عندي مجموعتين وكل مجموع مجموعة قديش فيها؟ اربعة اربعة زائد اربعة كم يساوي؟ ثمانية احسنتم يا ثاني ننتقل إلى الصور المج... التي تليها. يقول السؤال: كم عدد الكرات في ثلاث مجموعات؟ أنا يا ثاني كم من مجموعة عندي عدة؟ مجموعة مجموعتين ثلاثة. هل المجموعات أعداد اللي جويتها كل مجموعة هل هو متساوي؟ خلينا نعد واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة. إذا أنا كم من مجموعة عندي؟ ثلاث مجموعات، والأعداد كل مجموعة متساوي طب كل مجموعة كم من كرة فيها؟ واحدة، اتنين، تلات، أربعة، واحدة، اتنين، تلات، أربعة، واحدة، اتنين، تلات، أربعة، إذا فيها واحد اتنين ثلاث اربعه واحده اتنين ثلاث اربعه واحده اتنين ثلاث اربعه اذا فيها اربع كرات. إذا يا ثاني، ثلاثة ضرب أربعة يساوي أحسن اثنا عشر كرة، لو إجيت حولتها للكرار بقول أربعة زائد أربعة. زائد أربعة أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اثنى عشر كرة أحسنتم هنا يا ثاني المثال الذي يليه يقول أنه كم عدد المضارب في أربع مجموعات أنا عندي كم من مجموعة عدوا مجموعة مجموعتين ثلاثة أربع مجموعات وبكل مجموعة يا ثاني أحسنتم فيها في كل مجموعة فيها أربع مضارب واحد اثنين ثلاث أربعة واحد اثنين أربعة واحد اثنين أربعة اثنين أربعة أحسنتم أربعة ضرب أربعة أحسنتم 16 ممتاز إذا أربعة هي عملية التكرار، زائد أربعة، زائد أربعة، زائد أربعة، أربعة وأربعة، ثمانية وأربعة، اثنى عشر، وأربعة، ستطعش، إذا ستطعشر نظرة، طب خلينا نشوف إنهم هل عددهم ستطعش؟ عدوا، واحد اثنين ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدعش، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمستعش، عشر أحسنتم سنتم ننتقل إلى الصفحة التي تليها، السؤال يقول: نريد أن نصل ما بين العمود الأول والعمود الثاني وأكتب الناتج فيما يلي، أحسنتم. نريد إحنا تمكننا إن شاء الله من حفظ الجدول من نشوف لنصل ما بين العمود الأول مع العمود الثاني. العمود الأول بيقول لك إنه أربعة زائد أربعة هي تساوي اثنين ضرب أربعة. أنا كم من أربعة عندي هون؟ أربعتين، هي ضرب اسم الجدول. طب أربعة وأربعة قديش يا ثاني؟ ثمانية إذا اثنين ضرب أربعة تساوي ثمانية أحسنتم طيب أربعة وأربعة؟ ثمانية وأربعة؟ اثناش وأربعة؟ ستاش وأربعة؟ عشرين طيب كم من أربعة أنا عندي هنا؟ واحدة اثنتين ثلاثة أربعة؟ خمسة خمسة ضرب أربعة وين هي يا ثاني؟ أحسنتم هيها خمسة ضرب أربعة تساوي عشرين، خمسة ضرب أربعة تساوي عشرين، أربعة كم من أربعة عندي هون؟ أربعة تساوي إيش؟ أربعة، كم من أربعة عندي؟ أربعة وحدة، ضرب شو اسم الجدول؟ جدول الأربعة، إذا تساوي أربعة تساوي أربعة، هنالك هذا اسمه هو خط الاعداد وزي ما قلنا لكم انه الخط الاعداد من اليسار لليمين بمشي هذا الارنب بده يمشي على خط الاعداد ويقفز قال لنا انه واحد ضرب اربعة اربعة اتنين ضرب اربعة ثمانية احسنتم ثلاثة ضرب اربعة 12 احسنتم اربعة ضرب اربعة و وخمسة ضرب اربعة عشرين طب بده يقفز يعني بده يقفز الأرنب وستة ضرب أربعة زيدوا كمان أربعة، أربعة وعشرون، زيدوا كمان أربعة، سبعة ضرب أربعة كمان قديش يا ثاني؟ ثمانية وعشرين، وثمانية ضرب أربعة زيدوا كمان أربعة يا ثاني، إثنين وثلاثون، وتسعة ضرب أربعة تساوي ستة وثلاثون، وعشرة ضرب أربعة تساوي قرب أحسنتم هاي عملية القفز من خلال خط الأعداد. السؤال يقول هذا الأرنب بده يمشي على خط الأعداد ويقفز. قال لنا إنه واحد ضرب أربعة، أربعة، اثنين ضرب أربعة، ثمانية أحسنتم، ثلاثة ضرب أربعة، اثناش أحسنتم، أربعة ضرب أربعة، ستة عشر. وخمسة ضرب أربعة، عشرين. طب بده يقفز، يعني بده يقفز الأرنب وستة ضرب أربعة زيدوا كمان أربعة، أربعة وعشرون، زيدوا كمان أربعة سبعة ضرب أربعة كمان قديش يا ثاني؟ ثمانية وعشرين، وثمانية ضرب أربعة زيدوا كمان أربعة يا ثاني، إثنين وثلاثون، وتسعة ضرب أربعة تساوي ستة وثلاثون، وعشرة ضرب أربعة تساوي قرب. أربع. عين أحسنتم هاي عملية القفز من خلال خط الأعداد السؤال يقول أجد ناتج الضرب واحفظه يعني نشوف ناتج الضرب وبدنا نحفظه هون جايين الضرب إيش عامودي آه ثلاثة ضرب أربعة يا ثاني أحسنتم اثنعش خمسة ضرب أربعة يا ثاني أحسنتم عشرين واحد ضرب أربعة تساوي أربعة أربعة ضرب أربعة تساوي ستة عشر ستة ضرب أربعة أربعة وعشرون وسبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرون ما العلاقة بينه؟ شو العلاقة ما بين هذولا المسألتين؟ زي علاقة إيش الأكبر المقارنة؟ عشرة ضرب أربعة يا ثاني كم يساوي؟ أحسنتم قرب عشرة ضرب أربعة أربعين طب عشرة ضرب اثنين يا ثاني أحسنتم إحنا حافظين جداول الضرب وعشرة ضرب اثنين يساوي عشرين شو العلاقة بيناتهم يا ثاني شو بيناتهم العلاقة يا ثاني إن العلاقة الناتج هذا ضعف الأول الناتج الأول ضعف الثاني أحسنتم طيب، خمسة ضرب أربعة تساوي عشرين، خمسة ضرب أربعة تساوي عشرين، وعشرة ضرب اتنين تساوي عشرين، وعشرة ضرب اتنين تساوي عشرين، شو العلاقة بيناتهم؟ إنها العلاقة إيش مالها؟ متساوية، متساوية. ننتقل إلى السؤال الأخير وهو الذي يقول: في صالة الرياضة خمس صناديق. كم من صندوق نيجي نحل هون خمس صناديق يعني خمس مجموعات اتنين ثلاث اربعة هاي خمسة وبكل صندوق بده يحط فيها كم من كرة اربع كرات يعني اربعة واربعة 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 بقول لك اذا كان عندك اربعة وعشرين كرة هل بيجن بالصن... بالصناديق اذا في صالة رياضة فيها خمس صناديق وكل منهما يتسع بس لأربع كرات عنا خمس صناديق وكل صندوق بس بسع قديش كم من كرة أربع كرات فهل يمكن وضع أربعة وعشرين كرة خلينا نشوف أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اتناش وأربعة ستاش وأربعة حش رين. إذن إذا نقول كم من أنا كم من صندوق عندي خمسة ضرب أربعة أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اتناش وأربعة و وأربعة عش ري إذا نقول كم من أنا كم من صندوق عندي خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين هل يمكن وضع أربعة وعشرين كرة إذا لا إذا خمسة ضرب أربعة تسعة وعشرين هل يمكن وضع أربعة وعشرين كرة في الصناديق لا ليش لأن عدد الصناديق لا يكفي لوضع الأربعة وعشرين كرة بخمس صناديق إذا وهو شو تحتاج تحتاج إلى ست صناديق إذا لا لأن عدد عدد الصناديق لا يكفي الى وضع أربعة وعشرين كرة في خمس صناديق واحنا الاربع وعشرين كرة كم من صندوق بدها بدها ست صناديق وهيك يا ثاني انهينا انهينا حل اسئلة حقائق الضرب للعدد اربعه